الله يجازي اللي كانوا السبب في البهدله اللي انا فيها. هنرجعوا تاني بقى نعيطوا ونندبوا، ما قلت لك خلاص اللي فات مات. مش قادره ننسى يا مريم اني مديت ايدي واتعضت، مش قادره ننسى ندلتهم. ده الكلب اللي اسمه حسب الله ده جاني هو وبنته، وما كانش حلته غير الجلابيه اللي لابسها. فتحت له بيتي وبقى اكل شارب نايم عندي هو وبنته، وجت بعد كده مراته حصلته، بقت شايلهم على دماغي من فوق، نجري ونشقى عليهم، وكله كان على يدك يا مريم، هم ياكلوني لحم ويرموني عظم. خلاص بقى يا بنت، قلت لك الكلام ده ما منوش لازمه. الله، هما طبعهم كده ومش هيغيروه. يا بنت يا بنت، هما خلقتهم كده. بس انا مش هنسكت، انا لازم نروح لرايا وناخد حقي. هتقول لك مالكيش عندنا حاجه؟ صنف اختك رايا ده لما بيقدر ما بيعفيش. فاكره يا بنت يا سكينه لما قلتي لي رايا اختي دي زي الجمل بيشيل؟ اني بقى قلت لك ايه وانت ما خدتيش بالك؟ قلت لك خدي بالك عشان الجمل اول ما بيقلب بيقلب مين؟ بيقلب صاحبه. هنموت هنموت يا مريم، انا حاسه ان في نار قايده في صدري، هتفرس نفسش في غليلي. معلش بقى يا بنت، الله بكره تنسي كل حاجه. لا، وليه نستنى لبكره عشان ننسى؟ انا اللي ما يجعلنيش كحل في عينيه ما نجعلوش مركوب في رجلي. بنت يا سكينه استني يا بنت. العواف يا أم سكينة، أنت فين يا حبيبتي؟ ازيك يا سكينة؟ والله كنا هنطمن عليك النهاردة. طب ما افتكرت؟ لا فيك الخير. اقعدي اقعدي كلي يا سكينة. رايا فين يا أم؟ فوق اقعدي. لا، أني طالعة لها ونازلة لكم، أني ليا معاكم أنتوا كمان حساب. حساب إيه؟ هو مش حسب الله ولا حسابات. اصبر على رزقك يا واد، مش يمكن تشوفنا بقرشين؟ هتشوفنا بقرشين ازاي يا امه وهي بعيده عننا؟ لا هنقول منها ابيض ولا اسود. طب ادفع ادفع، ده هي السد نفسك. ما تقلقيش يا امه، اول ما نشوف بيعه للقصر هنغنغت. يا مرحب يا سكينه، اتاري البيت فج نور وبتاع يختي في حضنك. يا دي النور يا دي النور، منور باللي فيه يا معلمه. عليك يا بنت كده تروحي وتقولي عدولي. طب اسالي علاني انا برضو اللي نسال يا ريا. طب قولي نطمنوا على اختي اللي عايشه وحدانيه، ولا انتوا لما لقيتوني حته لحمه كل واحد هبر له هبره، وبعد كده رميتوني في الشارع لكلاب السكك؟ فشر يا اختي، ده احنا نحطك في عينينا ونتكحل عليكي. بقيتي بياعت كلام يا ريا، نسيتوا اللي عملتوه فيا يا دون؟ يا اختي ما هو انتي اللي حمائيه وروحك في مناخيرك، قلنا نريحوك. ما هو ده اللي كان بيجري عليه الناد لجوزك. الله يسامحك. اللي هو فين؟ المعلم الكبير اللي عايش على قفا النسوان. الله يسامحك. ليه؟ هو مش عايش على قفا النسوان؟ الله يسامحك. هو انت يا اختي من ساعة ما مشيتي حد دسلك على طرف؟ ما تسيب الراجل في حاله بقى. قولي بعد ما خرجني من مولد بلا حمص. ما انت اللي اخترتي يا سكينه. طب تعالي تعالي بس نقعدوا شويه جوه. تعالي. هو مين جوه؟ دول زبونين قاعدين مع نعيمه وعديل. عديل اخت نبيها؟ طب وجوزها؟ اسكتي، مش مات هو راخر؟ كان راح يطبل في فرح وتعشى كسكسي بعيد عنك. مصاريفك بقت تتفتك، اتنقل على الاسبيتاليا مع المعازيم، المعازيم خرجوا قليل البخت، هو اللي طب ساكت. تعالي 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 اقعدي نفرفشوا جوه. تعالي تعالي انتي حبيبتي يا سكين. تعالي يا صباح الفل عليك. يا صباح النور على الورد وعلى البنور. يا احلى صباح على احلى الملاح. ازيك يا عديلة؟ عاش من شافك يا اختي. تحت النظر يا حبيبتي. ما تصبي كاس لضيفتنا عديلة. من عينيا. حيلك حيلك يا الدلعات، دي مش ضيفة، دي صاحبة بيت، دي سكينة اختي معلمة قد الدنيا. يا ألف مرحبا. ما تتفضلي جنبي هنا يا ست الكل. اتنيل على عين. ايه ده، وانا ماليش نصيب في القعدة دي ولا ايه؟ ازاي بقى يا معلمة؟ ده انتي الخير والبركة. هي القعدة تحلى من غيرك يا قبلتي؟ جرى ايه يا عديلة؟ انتي سايبة الجدعان قاعدين متشحتفين كده ليه؟ ما تقومي يا اختي توريهم الرقص. كان على عيني بس مفيش قلدية. ايوه بنتي يا نعيم، قومي يا بنت هاتي الطبلة من عند ام حافظ بسرعة يا بنت، وسكينة هتزق. لا يا اختي، انا مزاجي مش رايق، صبولي كاس. هو
هو احنا هنفضلوا كده على طول من كاس لكاس؟ الدماغ الصحية دي نعمة، وصنوها لا تنسحب منك.